السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس الاشتقاق وتطبيقاته. إذا نقرأ معطيات التمرين. نعتبر الدالة F المعرفة كالتالي: F الـ X تساوي X مربع الجذر ديال 1 زائد X. السؤال الأول غادي نحدد فيه مجموعة التعريف. السؤال الثاني غادي ندرسو قابلية الاشتقاق الدالة F على اليمين عند ناقص 1. والسؤال الثالث غادي نعطي واحد التأويل هندسي للنتيجة المحصلة عليها. إذا نبدأ بمجموعة التعريف. إذا ديد إف كتساوي لنا إكس كتنتمي لآر. هنا خصني ندير الشروط، يعني شروط قابلية حساب إف لي إكس. إذا الشرط عندنا هنا جذر واحد ناقص إكس، ما بداخل الجذر خصو يكون موجب، يعني أكبر أو يساوي صفر. إذا واحد ناقص إكس أكبر أو تساوي صفر. إذا عندنا واحد المتراجحة من الدرجة الأولى، واحد ناقص إكس، إذا كنديو إكس للطرف الثاني للمعادلة أو المتراجحة، كيرجع يعني واحد كبر من إكس أو لا إكس أصغر من واحد. إذا ديد إف إكس كنساوي الآر. إذا يمكن نعبر عليها بمجال، عندنا إكس أصغر من واحد يعني المجال ناقص للنهاية واحد. إذا هذه هي مجموعة التعريف. السؤال الثاني أدرس الاشتقاق إف على اليمين عند ناقص واحد. إذا في الاشتقاق غادي نطبقو التعريف. إذا التعريف كيقولك ليميت، خصني نحسب ليميت ديال إف لي إكس ناقص إف ديال ناقص واحد على إكس ناقص ناقص واحد. إذا إكس يؤول إلى ناقص واحد بلوس. إذا خصني نحسب إف ديال ناقص واحد، غادي نعوض في الدالة، عندنا ناقص واحد أو كاري الجذر ديال ناقص واحد زائد واحد. إذا ناقص واحد زائد واحد صفر، وصف مضروبة في واحد هي صفر. إذا نعوضو، عندنا إكس مربع الجذر، إذا ليميت ديال إكس مربع الجذر ديال إكس زائد واحد على إكس ناقص ناقص، يعني كتولي إكس زائد واحد. إذا هنا في ناقص واحد بلوس. الآن اللي درنا التعويض وغادي نلقى هنا غادي يعطينا صفر، يعني ناقص واحد زائد واحد هي صفر، وفي المقام غادي يعطيني صفر، يعني يكون عندنا صفر على صفر، وبالتالي هذا الشكل غير محدد. إذا غادي نضربو في المرافق، يعني نضربو في المرافق ديال الجذر، ديال جذر إكس زائد واحد. إذا غادي نضربو في جذر إكس زائد واحد في البسط وفي المقام. إذا ليميت ديال إكس كاري جذر ديال إكس زائد واحد مضروبة في الجذر ديال إكس زائد واحد. دائما يكون عندنا شكل غير محدد ويكون عندي الجذر، فممكن نفكر في استعمال المرافق، يعني الإكسبرسيون كونجوغي. إذا من بعد غادي نبسطو الكتابة. دونك في البسط عندنا إكس مربع الجذر في الجذر هو الجذر مربع، إذا الجذر ديال إكس زائد واحد الكل أس اثنان على إكس زائد واحد في الجذر ديال إكس زائد واحد. إذا المربع غتمشي مع الجذر، غادي يبقى لينا ليميت ديال ناقص واحد بلوس ديال إكس مربع إكس زائد واحد على إكس زائد واحد الجذر ديال إكس زائد واحد. إذا هنا كيبان لي عندنا الإمكانية ديال الإختزال بالإكس زائد واحد. إذا يبقى لينا ليميت ديال ناقص واحد بلوس ديال إكس مربع على الجذر ديال إكس زائد واحد. دونك إلا عوضنا غادي يجينا ناقص واحد مربع على الجذر ديال ناقص واحد زائد واحد، يعني غيجيني واحد على صفر. بطبيعة الحال ما عنديش الحق نكسب هاد الكتابة هادي. إذا واحد على صفر هو صفر بلس ولا صفر موان، مادام عندنا الجذر فالجذر أي تعبير غيعطينا عدد موجب، يعني يكون عندنا واحد على صفر بلس،
واحد على صفر بلس هي زائد لا نهاية. إذا نحيد هذا الشيء هذا ونكتب زائد لا نهاية، وغادي ندير لأن ليميت ديال جذر إكس زائد واحد ناقص واحد بلس كيساوي لنا صفر بلس، وكذلك ليميت ديال إكس كاري ناقص واحد بلس كيساوي لنا واحد. إذن شنو لقينا؟ لقينا بأن نكتب داكشي هنا، لقينا بأن اف بريم، لقينا بأن هذا الاشتقاق كيساوي لنا بلس انفيني، وبالتالي الدالة اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين عند ناقص واحد. الآن دابا التأويل الهندسي، حنا لقينا ليميت ديال اف لو اكس ناقص اف ديال ناقص واحد على اكس ناقص ناقص واحد ناقص واحد بلس كيساوي لنا بلس لانفين، والدالة غير قابلة للاشتقاق في ناقص واحد ولكن تقبل مماس. التأويل الهندسي، إذن المماس غيكون مماس رأسي. إذن كيفاش ندير نعرف هذا المماس واش رأسي متجه نحو الأعلى ولا متجه نحو الأسفل؟ إذن إلا كان عندنا نفس الإشارة هنا، يعني بلس بلس أو موان موان كيكون نحو الأعلى، إلا كان إشارتان مختلفتان كيكون يعني المماس رأسي متجه نحو الأسفل. إذا هذه هي الطريقة باش كنعرفوا المماس واش متجه نحو الأعلى ولا متجه نحو الأسفل. إذا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا سيف يقبل مماس رأسي، مماس رأسي باش من النقطة، في النقطة دائما اللي كندرس فيها الاشتقاق. إذا في النقطة ناقص واحد اف ديال ناقص واحد، أو لا نديرو يعني ناقص واحد صفر، نعوض اف ناقص واحد في القيمة ديالها. إذا مماس رأسي في النقطة ناقص واحد اف ناقص واحد متجه نحو الأعلى.